ورجع لكم مره تانية وانبوكس سبورتس، طبعا بنتكلم فيها معاكم عن كل حاجه بتخص الشان الرياضي المصري. في الجزء الثاني من حلقتنا النهارده هنتكلم معاكم عن يعني ابطال مهمين جدا وابطال كمان بيكافحوا في اللعبه، وما شاء الله ما فيش برضو بطوله بيروحوها الا وبيحرزوا فيها العديد من الميداليات. النهارده في الجزء الثاني من حلقتنا ينورنا بقى القائم باعمال برضو او جزء من الاتحاد المصري من اللجنه البارلمبيه وقائم باعمال المدير التنفيذي الدكتور ابراهيم امين، علشان نتكلم معاه بقى عن النشاط وكمان ابطالنا وامتى كمان هيلعبوا وهيستكملوا النشاط الرياضي ان شاء الله. اما دلوقتي فاحنا منورنا يعني رئيس اتحاد، واتحاد برضو للعبه اولمبيه ولعبه كبيره ولعبه ليها شعبيه في الفتره الاخيره. يمكن الاتحاد مش موجود بقاله فتره كبيره، الاتحاد تم تاسيسه يمكن من قريب، من خلال يعني من 3 سنوات متهيألي على ما اعتقد يعني، لكن هم كان ليهم دور كبير جدا في انشاء وعفره لفتره كبيره جدا لحد ما تم انشاء اتحاد مصري رسمي للرجبي. النهارده احنا منورنا الكابتن حسام صاحب رئيس اتحاد لعبه الرجبي، وطبعا هي لعبه اولمبيه ولعبه كبيره جدا، علشان نتكلم معاه بقى عن الفرق المصريه وكمان يا ترى عن منتخبنا المصري الرجبي، هل موجود ولا مش موجود ولا لسه بيتم تكوينه. يا كابتن حسام بنرحب بيك معانا. اهلا بيك، اهلا بيك، وفرصه سعيده جدا ان احنا تستضيفنا النهارده عشان نعرف الجمهور بتاعك على لعبه ورياضه مشهوره جدا عالميا ووليده في مصر. كابتن حسام طبعا بنبارك لك على الاتحاد، يمكن الاتحاد اخذ فتره مش قليله من حوالي من 2007 انتوا بتعافروا علشان خاطر يتم يعني انشاء اتحاد مصري رسمي للرجبي. كلمنا كان عن اللعبه بشكل عام وكمان ليه كان في معافرة شويتين في انشاء الاتحاد. طبعا هي اللعبة ما كانتش مدرجة كلعبة اولمبية، وبالتالي كان في مقاومة شوية في ان انت عارف كل ما بتزود اتحاد كل ما بتزيد المصاريف والدعم من الدولة، فكان في مقاومة شوية، لكن الحمد لله اللعبة دخلت الاولمبيات. اللعبة ادرجت، احنا اشرنا من 2000 وبقى 3 سنين بالظبط، 2017 ابريل. طبعا انت عارف بعد كده طلع قانون الرياضه الجديد وتوفقت الاوضاع، فقعدنا، فاحنا بنتكلم سنتين بالظبط. خلال السنتين دول الحمد لله انضمينا للاتحاد العربي، طبعا كنا اعضاء مراقبين، دلوقتي الحمد لله احنا اعضاء مؤسسين في الاتحاد العربي، في الاتحاد الافريقي وفي الاتحاد الدولي، فالحمد لله الامور ماشيه في الاتجاه الصحيح بتاعها. احنا ما كناش في الاول في الاتحاد العربي ولا الافريقي، كنا بنلعب بس ما كانش في لسه اساس او كيان، ما كناش عضو عامل بالك، لكن لان كان الاتحاد غير مشهر من جانب الشباب والرياضه، لكن الحمد لله بدعم من ناس كتير جدا جدا، يعني سواء من معالي وزير الشباب والرياضه، من اللجنه الاولمبيه المصريه ومهندس هشام حطب، من الاتحاد العربي، يعني بصراحه الاتحاد العربي ورئيسه الاخ قيس الظالعي ادولنا دعم غير طبيعي، وجا كذا مرة مصر قابل معالي الوزير علشان يدعم إشارة الاتحاد. الحمد لله الاتحاد يعني حتى على المستوى العربي والدولي الدول العربية حققت إنجاز رهيب السنة دي. السنة دي الحمد لله القيس رئيس الاتحاد العربي انتخب رئيس الاتحاد الآسيوي، رئيس الاتحاد الأفريقي الأخ خالد بابو من تونس، خالد بابو الحمد لله كمان دخل المكتب التنفيذي الاتحاد الدولي، فالدول العربيه بقى ليها شأن يعني شأن كبير جدا في اللعبه. طب الحمد لله. طيب برضو يا كابتن حسام عايزين نوضح للناس اكتر، ايه الفرق بين الرجبي وكره القدم الامريكيه؟ هل الاثنين واحد ولا في اختلاف؟ اوكي، هو الرجبي هو الاساس. بالعكس تاريخيا الرجبي وكره القدم كانوا لعبه واحده زمان. تمام. هي منشأها في بريطانيا. احنا بنلعب على ملعب 11 بتاع كره القدم بالظبط، ما فيش تقريبا اي اختلاف، 100 متر في 70 الابعاد بتاعته. اللعبه الاختلافات في اللبس، احنا بنلبس لبس الخوز اللي انت بتشوفه في الافلام الامريكاني وكده، لا احنا بنلبس هو شورت وتي شيرت، حقيقي لها مواصفات خاصه للتي شيرت ان هي لها اطاله مخصوص عشان ما تقطعش. هو اللي معانا ده على الهوا صح؟ تمام. طب ما ده لبس عادي يعني، لبس عادي خالص، لبس كره القدم، لبس يعني كره القدم بس، فريق بيلبس او كره اليد مفيش اي حاجه، الشوز حتى الشوز بتاع كره القدم الستارز عادي. الفرق الاساسي ان زي ما قلت لك اللبس، احنا بنلعب 40 دقيقه او 40 دقيقه، تمام، 15 لعيب و15 لعيب في الملعب ضد بعض. الحاجه الاساسيه، الفرق الاساسي والصعوبه في الرجبي ان مفيش تقدم بالكره لقدام،
لازم انت بتباصي الكره بايدك بتباصيها لزميلك ورا. اه لو باصيتها لقدام تبقى بالرجل. ده الاختلاف الاساسي وده الصعوبه بتاعت اللعبه. يعني اول حاجه الزي مش نفس الزي بتاع كره القدم الامريكيه. تمام. اللي هو الحاجات اللي هي الكتير قوي بيلبسوها دي ويخبطوا في بعض. رقم اتنين الكره لو بتتشط للامام تبقى بالرجل. لكن الاساس في قواعد اللعبه دي ان هي بترجع للخلف. للخلف. مظبوط كده؟ تمام. والمفروض هنا الكسبان بيتم احتساب النقاط ازاي؟ بالاهداف ولا بيبقى إيه؟ بالاهداف. انت لما بتعدي خط المرمى بلغه كره القدم بتاخد خمس نقط وبتاخد زي مكافاه انك تلعب بينالتي. تمام. لو دخلته بين العرضتين اللي موجودين في على خط المرمى بتاخد ثلاث نقط زياده. بالايد والرجل. ولا ايد بس؟ لا دي بتبقى بالرجل. البينالتي بيشوط بالرجل. بتحط زي كون قمع كده يمكن ما اعرفش هيجي ولا لا وبيتشوط. والكره زي ما انت شايف يعني يمكن وزنها قريب من الكره بتاعه الامريكان فوتبول، لكن زي ما قلت لك الفرق الاساسي الثاني ان الرجبي لعبه اولمبيه والامريكان فوتبول هو لعبه امريكيه بحته. يعني اللعبه الامريكيه دي واللعبه اللي ليها شعبيه بشكل كبير جدا في الغرب وفي امريكا ملهاش يعني لعبه داخل الاولمبياد. لا ملهاش خالص داخل الاولمبياد وملهاش حظ لان هي محصوره في الولايات المتحده. يعني هي اللعبه اساسا يعني اللجنه الاولمبيه الدوليه بتشوف عدد الدول اللي بتمارس الرياضه دي، عدد اللاعبين، الايراد بتاعها ايه، او عدد المشاهدين. فانت بتتكلم لا عدد المشاهدين في الامريكان فوتبول كبير كبير بس جدا. بس انت بتتكلم على امريكا وكندا. تمام. لكن اوروبا مفيش حد بيلعب امريكان فوتبول على فكره. يعني اساسا بيلعبوا رجبي. تمام. طيب احنا معانا برضو بعض الصور اللي معانا او الفيديوهات. يعني ده المنتخب بتاعنا مظبوط؟ تمام كده. ده منتخب مصر ايه، للكبار ولا الشباب ولا؟ لا ده منتخب الكبار. ده منتخب الكبار. طب هرجع معاك من البدايه، يعني كابتن حسام هو امتى تم تاسيس او انشاء منتخب للرجبي؟ اوكي، احنا زي ما قلت لك كان عندنا منتخب كنا بنشارك بصفه وديه في بعض الفعاليات سواء الاتحاد العربي او الاتحاد الافريقي. تمام. بدانا من 2017 كانت اول مشاركه لينا بعد الاشهار. احنا اشهرنا زي ما قلت لك في شهر ابريل. تمام. 2017 اكتوبر 2017 كان في بطوله عربيه في الاردن. اشتركنا فيها اخذنا المركز الثاني. بعد كده البطوله اللي بعديها اتعملت في القاهره. والحمد لله وفقنا واخدنا المركز الاول في وسط 8 فرق عربيه. كان مخطط ان احنا في اكتوبر السنه دي 2020 ان البطوله العربيه تتعمل في القاهره في اسكندريه، انا اسف. وكان اول بطوله عربيه للسيدات كان هتبقى في نفس الوقت. هو في منتخب للسيدات؟ طبعا في منتخب للسيدات. واعتقد ان منتخب السيدات هيبقى ليه حظ كبير جدا لان افضل يعني. البنات عندنا في الرجبي عندهم طموح عايز اقول لك غير عادي. طب احنا من سنتين من حوالي سنتين كده نظمنا بطوله عربيه للرجبي. تمام. صح كده؟ تمام. اللي هي كانت في القاهره في المركز الاولمبي في المعادي. تمام. ده منتخب السيدات. المركز الاول. ده منتخب السيدات بقى. ده السيدات. القواعد هي؟ هي لا انا هقول لك بقى. هقول لك احنا في الرجبي عندنا زي ما قلت لك 15 ضد 15. دي الـ الرياضه او الباس بتاعها الى كاس العالم. يعني ايه؟ في الاولمبيات احنا بنلعب حاجه اسمها سباعيات. يعني ايه سباعيات؟ يعني بنلعب على نفس الملعب الكبير بتاع كره القدم 7 ضد 7. بس التخطيط مختلف. لا هو نفس التخطيط؟ هو نفس التخطيط. بس بتلعب 10 دقائق و10 دقائق. بس لا 7 دقائق و7 دقائق. 7 دقائق و7 دقائق وسبع الماتش كله. لاعبات. وسبع لاعبين او لاعبات. في مصر الدوري بتاع البنات احنا بنلعب سباعيات بس. تمام. الدوري الرجال بنلعب 15. ابتداء من السنه دي هنبدا نلعب دورات مجمعه للولاد سباعيات لسبب معين ان الاولمبيات هي سباعيات. ليه بقى سباعيات؟ لانك بتقدر تلعب ثلاث ماتشات في اليوم. يعني احنا في البطوله العربيه ثلاث ماتشات في اليوم؟ ما هو كل الماتش 15 دقيقه. فبتقدر تلعب بس الملعب كبير قوي يعني. ما هو بقى دي الفكره. انت بتحتاج يعني في اللعبه دي في السباعيات الولاد اللي هم اللي عندهم فتنس عالي كسرعه هو كل شغل وكفنت بدني. شغل بدني صح. طب ده مش مفيش يعني الاحتكاك اللي انت بتتكلم عليه. مش مجهود اعلى على السيدات او البنات؟ أيوة يعني سبع لاعبات والملعب ده كله. بس لا بس هي احسن لهم بسبب ان ال 15 ضد 15 فيها احتكاك جامد وبالتالي بتبقى نوعيه اللعيبه اعنف شويه يعني بالك. لكن هم بصراحه. وبعدين خلي بالك برضو زي ما قلت لك البطوله العربيه والاولمبيات سباعيات وبالتالي احنا بنركز ونفس الملعب فهي دي الصعوبه بتاعتها.
ده صعب قوي. طب شكل التمرين عامل ازاي؟ طيب طالما اتكلمنا بقى عن اللياقه البدنيه وان هو احنا يعني حمل بدني اكتر، بنتكلم طبعا على الفتنس عالي جدا، بيحتاج فتنس عالي، عشان كده بتلاقي احسن ولاد بييجوا يلعبوا معانا سواء لعيبه اولاد او بنات هم بتوع العاب القوه، بتوع كره اليد طبعا. اكيد يعني عندنا لعيبه كتير جدا اصلا كانوا كره يد وما كملوش في كره اليد وجم اشتركوا معانا في الركبي. ايه مواصفات لاعب الركبي؟ يعني لازم يكون لاعب موهوب ولا ممكن يتم صنع بطل؟ اي شخص بغض النظر عن حجم جسمه او وزنه يقدر يلعب ركبي، لان احنا عندنا في النص هنسميه يعني بلغه كره القدم خط النص، تمام، بيحتاج لعيبه بدنهم كبير شويه لان بيبقى فيه احتكاك في خط النص. هنتكلم برضو بلغه كره القدم الوينجات والهجوم هو ده اللي محتاج سرعه، وبالتالي اي حجم، الناس كلها فاكره ان الرجبي عايزه حجم المصارعين، عايزه حد جامد يعني. لا 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 ده مش حقيقي. انا عايز اقول لك يعني في بعض الدول ناس عندها فوق ال 50 سنه ولا زالوا بيلعبوا رجبي. دول هواه بقى. لا لا فهي الفكره كلها احنا من السن الصغير احنا بنلعب. يعني يمكن لو اخدت بالك لو الكاميرا جت على الكوره اللي انا جايبها لحضرتك، الكوره مكتوب عليها جيت انتو رجبي. جيت انتو رجبي ده برنامج عامله الاتحاد الدولي واحنا بنطبقه في مصر لدخول الناشئين. تمام. البرنامج بيعتمد على الفتنس، مفيش كونتاكت خالص ومفيش مباريات غير كلها حاجات ترفيهيه. علشان تحبب الناس في الرياضه وتدي لهم الفتنس بتاع الرجبي، وبعد سن ال 14 يبداوا يخشوا بقى في الرجبي كرجبي يعني. لكن قبل كده هي كلها فتنس وتعليم الباسات ايه وشكل الكوره ايه والكلام ده كله. في كره القدم يمكن الكوره نفسها او شكل الكوره ليها مواصفات خاصه وكل سنه بتتغير على حسب بقى يعني السرعه عوامل كتيره جدا. كره الرجبي برضه ليها مواصفات خاصه؟ زي ما انت شايف الحجم موجود، لكن احنا عندنا للناشئين الحجم بيبقى اصغر شويه. في كور اصغر للمبتدئين عشان، لكن دي الكوره اللي انا جايبها لك دي الكوره الرسميه اللي احنا بنلعب بيها الماتشات الرسميه. تمام. دي اللي بتلعب بيها كل الماتشات. تمام كده. طيب كابتن حسام، نرجع معاك بقى يعني لاستئناف النشاط الرياضي. الفترة اللي فاتت كنتوا متوقفين عن المسابقات ولا ايه الموضوع؟ اكيد احنا الحمد لله كنا خلصنا الدوري بتاعنا قبل وباء الكورونا، وكنا بنجهز نفسينا زي ما قلت لك للبطولة العربية وللسيزون الجديد. السيزون بتاعنا المفروض بيبدا في اول سبتمبر. طبقا للخطة اللي جاية لنا من الشباب والرياضة او من الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي، ان احنا بنبدا الاول بالفيزيكال فيتنس. هنبدا بالفيزيكال فيتنس، هنبدا نشوف الدنيا ماشيه ازاي، هل هنقدر فعلا نقيم البطوله العربيه الاولى للسيدات والبطوله العربيه للرجال في موعدها في اسكندريه، ولا هنضطر ناجلها. الواضح ان هي هتتاجل، لكن ده برضو لسه مش قرار فردي، ده قرار متوقف على الجهه الاداريه في مصر وعلى الاتحاد العربي والاتحاد الافريقي. لكن كل اللي هيحصل دلوقتي ان مفيش كونتاكت، التدريب كله هيبقى فيزيكال فيتنس، هيبقى كله تدريب للياقه، وان احنا نكسب الرياضه، نعود اللعيبه على الرياضه عشان ما يحصلش اصابات. تمام. لما يبداوا الدوري بتاعهم ان شاء الله. طب الحمد لله، يعني يمكن انتوا كنتوا محظوظين شويه ان انتوا خلصتوا المسابقه الحمد قبل لله. يعني الكورونا الحمد لله. طيب انا عايز اعرف برضو من حضرتك، احنا عندنا كم فريق موجود في مصر بيمارس الرجبي، رجال او سيدات؟ اوكي، احنا بالنسبه للدوري الرجال زي ما قلت لك احنا بنلعب دوري الرجبي 15، وبالتالي عندنا 6 فرق. السيدات عندها 6 فرق بيلعبوا سباعيات، لكن الست فرق الرجال لما يجوا يلعبوا الدورات المجمعه اللي هي السباعيات الفريق بيتقسم 2 على طول. فهيبقى عندنا ضعف، ودي برضو ميزه السباعيات انك بتقدر تشارك عدد كبير من الفرق اكتر من الدوري ال 15. دوري ال 15 بيلعبوا ماتش وما بيقدروش يلعبوا غير بعديها ب 10 ايام الماتش الثاني، يعني لان مرهقه جدا طبعا انك تلعب ماتشات ورا بعض زي كره القدم. يعني عندنا انك انت كل اسبوع بتلعب ماتش، ما تقدرش تلعب كل 3 ايام. اللعيبه عندنا يمكن كمان عندكم عشان عدد الانديه او الفرق قليل شويه، فعندكم ممكن يعني الراحه ان انتم ممكن تقعدوا اسبوع 10 ايام ما بين ماتش والتاني. طبعا هو طبعا كان من ضمن اهداف الاتحاد نشر اللعبه، مش هدفنا المكسب بطولات بس، الرياضه يعني. نشر اللعبه انت عارف هي مش لعيب بس او مش فريق بس، انت عايز مدرب، عايز حكم، عايز معالج. الحمد لله الاتحاد الافريقي ادالنا والاتحاد العربي ادولنا دورات. احنا خدنا دلوقتي 3 دورات للمدربين. بقى عندنا حكام منهم حكم مميز جدا اسمه عمرو متولي،
من الحكام المميزين جدا مش على مستوى مصر، لا على مستوى العربي والافريقي. عظيم. وبقى بيطلب بالاسم حتى في دورات. فالحمد لله الدورات بتاعتنا كل ما بنكترها كل ما بنقدر ناخد بتفرز لنا يعني، سواء بقى في التحكيم او كمان اللاعبين. يعني مثلا في الرجبي في الاتحاد الافريقي لما حضرت الجمعيه العموميه الاخيره في مراكش في المغرب مهتمين جدا مثلا بالطبيب المعالج. فدي جت قبل الكورونا حتى. فبناخد حتى دورات نؤهل فيها الاطباء ان هم ياخدوا العلاج الصح ايه، وبيبداوا الدوره الاولى اللي هي بنسميها ليفل 1 حتى اللعيبه بياخدوها، الاهالي بتوع اللعيبه بياخدوها، بعد كده تبدا تتخصص لغايه لما توصل لليفل اللي هو متقدم اللي هو ليفل 3. هو يعني باختصار من كلام حضرتك كده ان هو احنا بنحاول نعمل توعيه بشكل كبير للجزء او الجانب الطبي في التخصص يعني، او كمان للاعبين. طيب طالما اتكلمنا عن الجانب الطبي، شكل الاصابات بيكون عامل ازاي؟ شبيهه باصابات كره القدم ولا الموضوع مختلف؟ اصابات عاديه خالص زي كره القدم زي الهاندبول. في ناس بتفكر ان اللعبه عنيفه جدا، لعبه فيها احتكاك وفيها كونتاكت، لكن اي رياضه في الدنيا قوانينها بتحمي اللعيبه، وده الهدف الاساسي من اي رياضه. وبالتالي احنا بنتكلم في رياضات نزاليه زي البوكس زي الكاراتيه زي الجودو فيها اصابات، وبالعكس هي، لكن ما نقدرش نسميها لعبه عنيفه لان في الاخر في رولز بيمشوا عليها اللعيبه ما يقدروش يتخطوها، ودي الاساس اللي هي بتحافظ على اللعيب. فاللعبه سيف لو انت بتطبق القوانين صح وبتمشي صح. اللعبه فيها حاجه غريبه جدا ان الحكم في الملعب كلامه مقدس، بمعنى كلمه مقدس. يعني احنا عندنا الانذار كارت الاصفر بطرد. بطرد؟ بطرد مش كارت احمر. لا 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 لا، لو اخذ كارت احمر ده بيطلع يعيط يعني. هو ايه، هو مش كارت اصفر انذار؟ كارت اصفر لا، بيطلع بيكمل الماتش، بس بيطلع الاول. بيطلع يعمل ايه؟ بيطلع يقعد 5 دقايق بره ويرجع. يعني زي زي يعني الهاندبول كده، وقف بس يعني 5 دقايق وينزل تاني. زي الهاندبول. لكن كارت احمر ده بقى فيها تقرير وفيها مصيبه يعني. اللي هو وقف بقى يعني. لكن حتى لما بتشوف في الماتشات ان شاء الله، لو يعني ربنا يسهل ونستضيفك مره في او مرات في الماتشات يعني، ان حتى الحكم لو في اي ملحوظه كابتن الفريق له الحق الوحيد انه يروح يكلم الحكم، بس مفيش اي لعيب يقدر يتكلم. طب لو لعيب تاني راح يتكلم معايا يحصل ايه؟ لا لا، هيطرد. هيطرد؟ لا هيطرد. وحتى لما بيكلمه لازم يقول له سير، ممنوع يقول له اي كلمه تانية. لا لا، يعني في رولز معينه، في ضوابط. وبرغم اللي هنسميه الكونتاكت اللي موجود، ان لازم الفرق وهي طالعه لازم تسلم على بعض. ولازم يستخدم الرياضه الرياضيه، ما هي لا، انا هقول لك حاجه غريبه جدا. احنا قلنا ان الرياضه دي هي شوطين. لا، هي في العالم معترف بيها انها 3 اشواط. الشوط الثالث ان الفرقه اللي هي الهوستنج، الفرقة مستضيفة يعني هنفترض مثلا احنا بنلعب في القاهرة. تمام. ففرقة القاهرة مستضيفة فرقة من اسكندرية. تمام. الشوط الثالث ده ان حضرتك لازم تتعزم. تتعزم؟ تتعزم على عشاء، تتعزم. ده الشوط الثالث؟ ده الشوط الثالث. بجد والله؟ والله يعني. على أكلة معينة ولا أي لا أكل؟ أي حاجة. أي حاجة؟ هو بره بيبقى. أنتوا على عندكم الرياضة حلوة أوي. بنعجلكم. طالما فيها عزومة خلاص تمام. ده الشوط الثالث بتاع المباراة. فهم بس ده بيتم تطبيقه على كل الانديه يعني، مثلا عندنا 4 5 ماتشات في القاهره، وعندنا ماتشين في اسكندريه او في بحري ايا كان في اي حته. هي طبعا احنا القاهره واسكندريه، بيتم القاهره واسكندريه بيتم استضافه كل الانديه اللي هي اللي جايه من حسب البادجت بتاع كل نادي يعني. بس بيتم بس فعلا، بس ده العرف. ده عرف يعني، حتى دوليا يعني، ده العرف حتى يعني، لو ماتش دولي ده اللي بيحصل. طيب والله يعني شيء عظيم جدا. طيب انا عرفت كمان ان انتوا يعني عاملين بروتوكول ما بينكم وبين الاتحاد اللجنه البارلمبيه على ما اعتقد يعني. تمام. علشان زي الاحتياجات الخاصه. تمام. ممكن نتكلم عنه شويه واعرف ايه هو؟ احنا الحمد لله مع ذوي الهمم عملنا مؤتمر صحفي وكوننا اول فريق. تمام. الفريق لسه في دور التكوين، لان احنا محتاجين ويل شيرز مخصوصه. اتصلنا بالاتحاد الدولي للرياضه بتاعت ذوي الهمم، هو مقره في كندا. تمام. لا يتبع الاتحاد الدولي بتاع الاصحاء، والحمد لله وعدنا ان هو هيدينا دعم كبير جدا. احنا مهتمين جدا جدا بالموضوع ده، وزي ما بقول لك احنا بقى عندنا الكوادر المؤهلة ان هي تدخل اللعبة. احنا الاول كنا ماسكين نفسينا مش قادرين نروح المدارس. اللي جيت انتوا راكبي البرنامج ده هدفه الاساسي ان احنا نروح المدارس، الانتشار. الانتشار خلال المدارس. لكن احنا كنا موقفين الموضوع ده شوية او عاملين عليه هولد،
عشان ما كانش عندنا الاعداد الكافيه من المدربين والمؤهلين لان في الاخر كل حاجه لازم تتم بالطريقه الصح وتبقى للبروتوكول مظبوط. تمام. فاحنا عندنا الحمد لله البروتوكول ده، عندنا بروتوكول مع الاتحاد العربي، الفتره الجايه في بروتوكول مع كليه للرجبي في ايرلندا، ايرلندا من الدول المتقدمه جدا، ان هم هيدوا لنا دعم برضو فني بحيث ان احنا نقدر نطور اللعبه في مصر. كابتن حسام اخيرا كده، يعني نفسك في ايه اللي يتحقق الفتره الجايه للرجبي؟ والله احنا حلمنا السنه دي او في 2021 ان احنا يبقى عندنا الاستاد الخاص بتاعنا. باذن الله هنتقدم بمشروع لوزاره الشباب والرياضه وللقوات المسلحه، اللي انا بشكرها جدا على الدعم. الناس دول ادوا لنا دعم، وبالاخص القوات البحريه ادوا لنا دعم غير طبيعي في بدايه الانشاء. واحنا عندنا مراكز، يعني الناس اللي بتيجي تعمل اوديتنج، احنا على فكره انت في الرجبي مش انك انت مجرد تقدم للاتحاد الافريقي للاتحاد الدولي يقبلوك، لا، لازم يجوا يشوفوا الاول البنيه التحتيه. مصر عندها بنيه تحتيه رياضيه غير طبيعيه، سواء في منشات او في عدد السكان. احنا عندنا ثروه يعني لازم توجه صح. عندنا استاد الجيش في برج العرب، احنا عملنا فيه معسكر الاخير بتاع المنتخب الكبار، فعندك فندق، عندك جيم، عندك حمام سباحه. عندنا امل يا كابتن حسام ان احنا الحمد لله ممكن، فاحنا املنا يكون عندنا الاستاد بتاع الرجبي اللي هو هيبقى مخصص للتدريبات، واللي ممكن بيه نستضيف حتى فرق ونعمل معسكرات للفرق الاجنبيه في مصر باذن الله. طبعا كابتن حسام صاحب رئيس اتحاد لعبه الرجبي في مصر، نورتني جدا، وكل التوفيق ليك ولكل اعضاء مجلس الاداره واللاعبين كمان. شكرا أنا جدا، انا اتشرفت طبعا بوجودي معاك، وما تبقاش المره الاخيره. انا عندنا لعيبه ومدربين وحكام يستحقوا انك انت تستضيفهم عشان تاخد بقى فكره تفصيليه اكتر، والجمهور ياخد فكره تفصيليه اكتر. اهلا وسهلا بكم في اي وقت، انبوكس مفتوح لكم في اي وقت. الف شكر، الف شكر، وتشرفت جدا يا جماعه. احنا كده خلصنا الفقره دي معاكم، والفقره اللي جايه برضو لا تقل اهميه عن الفقره دي. هيكون معانا الدكتور ابراهيم امين، وهو عضو مجلس اداره اللجنه البارلمبيه وقائم باعمال المدير التنفيذي. بعد الفاصل خليكم معانا. يمكن يا جماعه شفنا الفتره اللي فاتت السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكمان وزير الشباب والرياضه دكتور اشرف صبحي بيتموا بتكريمات عديده ما شاء الله لابطالنا المصريين، واللي بيطلعوا يجيبوا ميداليات، وميداليات ايه؟ اولمبيه للبارالمبيه. ما شاء الله ابطالنا اللي محققين انجاز كبير جدا في البارالمبيه، كل مره دايما بيشرفونا، والحمد لله دعم الدوله ليهم بشكل كبير جدا الفتره اللي فاتت والفتره الحاليه الحمد لله ظاهر بشكل كبير جدا. يا ترى اخبار اللاعبين ايه، وكمان استعداداتهم ازاي برضو للبطولات القادمه ان شاء الله، وهل هيتم استكمال النشاط الرياضي الفتره الحاليه برضو هيكون شكله عامل ازاي؟ علشان كده النهارده احنا منورنا يعني عضو من مجلس اداره اللجنه البارلمبيه وكمان القائد اعمال المدير التنفيذي، وهو الدكتور ابراهيم امين، علشان يكلمنا بقى عن كل حاجه بتخص اللجنه الاولمبيه وكمان البارلمبيه وكمان لاعبتنا. يا دكتور منورنا، وبنرحب بيك معانا في انبوكس صدى البلد. تعيش يا فندم، ربنا يكرمك. في البدايه كده عايزين نعرف من حضرتك، يعني اللجنه عندكم مكونه من كام اتحاد، وكمان ايه دورها بشكل كبير؟ هي طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، اللجنه البارلمبيه المصريه هي اللجنه المشرفه على جميع الالعاب البارلمبيه والاتحادات البارلمبيه، وكمان الاتحادات الاولمبيه اللي فيها نشاط بارالمبي موجود جوه جمهوريه مصر العربيه. احنا تحت الامبريلا بتاعتنا 11 اتحاد ما بين اتحادات بارالمبيه واتحادات اولمبيه فيها نشاط بارالمبي. عندنا كمان تحت الامبريلا بتاعت اللجنه البارالمبيه في 3 العاب موجودين، ودول ليهم لجان في الاي بي سي اللي هي اللجنه البارالمبيه الدوليه، وهي رفع الاثقال، العاب القوى، السباحه. كمان في ما زالت تحت الامبريلا بتاعت اللجنه البارالمبيه كره السله للكراسي المتحركه، كرة القدم للصم، دول لسه ما اتفصلوش، ما تعملهمش اتحادات لوحدهم، لكن اعتقد في الفترة اللي جاية ان هم ينفصلوا زي ما الطائرة انفصلت، شل الدماغ انفصل، الذهن انفصل، اعتقد دول كمان الفترة اللي جاية هيبقى ليهم دور وهينفصلوا. اللجنة البارلمبية المفروض هنا يعني محددة لكل الفئات بالنسبة لأبطالنا، ولا يعني مثلا اللي هم من ذوي الاعاقه بشكل معين ليها نسبه محدده، ولا الموضوع بيمشي ازاي؟ عايزين برضو نعرف. انا هقول لحضرتك طبعا اللجنه البرلمانيه مسؤوله عن كل الاعاقات. تمام. سواء الاعاقات دي حركيه او بصريه او اعاقات ذهنيه، اي اعاقه على مستوى جمهوريه مصر العربيه بتمارس رياضه بتندرج تحت الامبريلا بتاعت اللجنه البرلمانيه المصريه. تمام. كل اتحاد ليه الاعاقه بتاعته، يعني مثلا سي لو احنا خدنا المكفوفين،
اتحاد المكفوفين في اعاقات معينه، في ثلاث انواع اعاقات بصريه بدرجات معينه بيمارسوا رياضات مختلفه لوحدهم. يعني من امثله كده لو خدنا بالترتيب الجول بول او كره الجرس، ودي كانت رياضه موجوده تحت مظله اللجنه البرلمانيه من سنين، وحققت في يوم من الايام ميداليه برونزيه لمصر في برشلونه 92، وكان عندنا فريق قوي جدا. دلوقتي المجال اتسع ليهم كمان، بقى عندهم جودو، بقى عندهم كره قدم للمكفوفين، بقى عندهم رفع اثقال للمكفوفين، فالرياضه بتتسع. دول بيتعمل لهم تصنيف طبي لوحدهم من خلال اتحادهم. عندنا كمان الاعاقات الذهنيه بتعمل لهم جابيلتي لوحدهم، وبيبقى على درجه الاتحاد بيشرف عليها درجه عاليه جدا من التصنيف علشان يحدد الاعاقات، لان في حاجات ذهنيه مش هتتلاحظ، فلازم يبقى اللي بيصنف حد فاهم وحد عارف. كذلك الاعاقات الحركيه بتتقسم كلاسيفيكيشن، يعني العاب القوه ليها كلاسات معينه، الجري ليه كلاساته، الرمي ليه كلاساته، الوثب ليه كلاساته، كذلك رفع الاثقال البارالمبيك بالاوزان بتاعته. فالموضوع كبير، الموضوع في مصر بقاله فتره كبيره، ناس كتير جدا ساهمت في اظهار هذا النشاط الفترات اللي فاتت. طبعا دور كبير جدا قام الاعلام، طبعا بنشكركم عليه. الاعلام بدا يهتم بالاشخاص ذوي الاعاقه، وبدا يسلط الاضواء على رياضات المعاقين، فبالتالي بدات كل المؤسسات اللي موجوده في الدوله تهتم. الدور الكبير اللي انتوا عملتوه، بدات تيجي اللجنه تعمل فند عن طريق الرعاه اللي بيجوا لها، لان بقى فيه اهتمام وبقى فيه اعلام. فالدور ده انتوا قمتوا بدور كبير جدا، مش بجامل ده فعلا. كذلك المسؤولين في الدوله، الوزراء المحترمين على راسهم دلوقتي طبعا الدكتور اشرف صبحي، طبعا في ظل السياسه اللي يعني رئيس السيسي عاملها واهتمام بذوي الاعاقه. عايز اقول لحضرتك احنا حاسين بتطور كبير جدا، احنا حاسين بانتفاضه كبيره جدا بدات في الفتره الاخيره لذوي الاعاقه، لان هم يستاهلوا ده، لان هم بيطلعوا. ايه اللي فرق كابتن يعني يا دكتور عن الاول؟ يعني ايه اللي فرق بالنسبه للاولمبياد الخاص او للبارالمبيه عندنا عن الفتره اللي فاتت، عن السنين اللي فاتت دلوقتي؟ انا هقول لحضرتك على حاجه، البارالمبيك عامه مستوى المنافسه زاد على مستوى العالم. معايا؟ ويمكن هتطرق لحديث عن العاب القوه بالذات، هنشرح فيها بعض المفاهيم المغلوطه اللي الناس فهمها غلط. بس الرياضه في العالم بدات تتطور، في دول ما كانتش باصه للبارالمبيك خالص، دلوقتي بصت للبارالمبيك، اهتموا بيه، بقى يتعمل زي الاولمبيك بالظبط، فترات الاعداد والاهتمام في كل الالعاب. مصر كانت بتحقق وما زلنا بنحقق، بس طبعا المنافسه زادت. فطبعا انت عارف حضرتك كل المنافسه ما بتزيد، كل ما الموضوع بيتصعب اكتر، كل ما الاتحادات الدوليه بتحط شروط اكتر للمشاركه. يعني النهارده احنا علشان نشارك في الاولمبياد، اللي هيشاركوا في البارالمبياد اللي جايه للمعاقين في رفع الاثقال 180 لاعب ولاعيبه على مستوى العالم كله. كانت الاول الدنيا مفتوحه، ما فيش حاجه، اي حد عايز يشارك. تم تحديدها شويه. تم تحديدها، والصعوبه في عمليه التاهيل ما بقتش زي الاول، الموضوع دلوقتي بقى صعب. بس الحمد لله احنا عندنا ابطال، يعني عندنا الحمد لله لعيبه عندنا مصنفه. انا عايز اقول لحضرتك عندنا منتخب رفع اثقال، رفع الاثقال مرعب، يعني من اقوى منتخبات العالم. واحنا مصنفين، وكنا احنا ونيجيريا اللي بنتنافس دايما على عدد الميداليات، مين بيطلع اول ومين بيطلع تاني على مستوى العالم. يعني اوناش مصر مع اوناش نيجيريا، اللقب تبع اوناش. يعني الموضوع صعب، بس المنافسه بتزيد، يعني المنافسه مش سهله زي الناس متخيله، لا المنافسه صعبه جدا، الارقام اتطورت جدا جدا جدا. عايز اقول لحضرتك يعني يا دكتور، يعني احنا في ظل كانت الظروف الصعبه اللي قبل كده، والحمد لله كنا بنحقق ميداليات ولاعبتنا في رفع الاثقال بيشرفونا، في ظل الظروف الحاليه والحمد لله التسهيلات الكامله اللي موجوده من الدوله ومن من عندكم من اللجنه الاولمبيه البارالمبيه، يعني مش نعرف يعني نبقى لنا وجود بشكل اكبر الحمد لله، وكمان نحقق بطولات اكتر؟ لا حضرتك، اولا احنا هيبقى لنا وجود كويس جدا ان شاء الله في الاولمبيات اللي جايه دي، وان شاء الله هنحقق عدد كويس من الميداليات. فريق رفع الاثقال مميز، وهنعمل عدد كويس من الميداليات. انا يمكن قلت لحضرتك قصه العاب القوه بس عشان اوضحها لك. فضل. ناس كتير كانت بتقول زي مثلا احنا في دورات اولمبيه عملنا 24 ميداليه العاب قوه. احنا الاولمبيات اللي فاتت بتاعه ريو عملنا
عدد اقل. طب ليه اتعملت ميدالية؟ اولا في كلاسات اتلغت نهائي على مستوى العالم، بيقللوا برضو عدد اللعيبه جدا. عايز اقول لحضرتك، هدي مثل بسيط كده، مش عايز اطول، بس عايز اقول لحضرتك في يوم من الايام سنه 96 التلات لعيبه اللي كانوا واقفين على منصه التتويج مصريين، ذهب فضه برونز في كلاس معين، الكلاس ده انتهى تماما. العنصريه ما زالت موجوده، الصعوبه بتزيد يوم عن يوم. كل ما بيلاقوا كلاس في عدد كويس من العرب او العرب بتحقق فيه بيتلغي، ممكن يتلعب في بطوله العالم ما تلعبش في الاولمبياد. الموضوع بقى صعب، الناس مش مستوعبه ده، الناس فاكره ان احنا مستوانا قل. لا، احنا مستوانا ما قلش، اللعيبه بتوعنا ما شاء الله في ظروف اخرى يعني، محيطه في ظروف محيطه. وهو عامه بيحاولوا يخلوا الميداليه ذات قيمه بتاعه البارلمبيك. يعني حتى فرحه اللعيبه عندنا وابطالنا يعني، ده اللاعب عمرو فاروق كان من اصغر اللاعبين اللي موجودين، كان معانا في ريو. دكتور عمرو يعني هو دكتور صيدلي طبعا، من اللعيبه المميزين ولعيبه على خلق، وكان بينافس معاه في الميزان ده طبعا اقوى رجل على مستوى العالم، اللي هو اللعيب اسمه ايراني رحماني، لعيب ايراني تتوفى طبعا الفتره اللي فاتت دي قبل موضوع كورونا ده، توفى ربنا يرحمه يعني. عايز اقول لك اللعيب ده اتغيرت الطارات بسببه، لان ما بقوش لاقيين مكان يحطوا فيه طارات، فاتعملت الطاره ال 50 كيلو. وده الكابتن بدر المدرب بتاعه طبعا فرحان بيه، ان كان لعيب لسه اول مره يشارك في اولمبياد وحقق ميداليه في وسط الاوناش دي في الميزان المفتوح، الحمد لله، في ميداليه فضه من بق اسد يعني. الطموح، الطموح يا دكتور طبعا، الحمد لله يعني. طبعاً. كمان اللعيبه اغلبيتهم كلهم عارفين خلاص مصر كلها بتتابعهم والوطن العربي كله بيتابعهم عن الاول يعني. وبعدين انا عايز اقول لحضرتك على حاجه يعني، برضو من المستجدات اللي الناس ما تعرفهاش يعني، لاول مره احنا هيتاهل عندنا في لعبه زي لعبه التايكوندو، اتنين في البارالمبيك اتاهلوا الحمد لله. طبعا ده مجهود يتحسب لاتحاد التايكوندو ان هم اهلوا اتنين لعيبه، ودي الاول مره يشاركوا في بارالمبياد، احنا هنشارك بلعيبه التايكوندو. طب الحمد لله. فده اندل يدل على ان الرقعه بتاعه البارالمبيك بتتسع. ان شاء الله برضو في لعيب احتمال من الجودو المكفوفين يتاهل، دي برضو حاجه تفرح مبشر. طبعا تنس الطاوله اتاهل منهم ست لعيبه ما شاء الله، عندنا ابراهيم حمدت طبعا يعني طبعا من اللعيبه المصنفه، ويمكن يا جماعه برضو بطلنا ابراهيم حمدت من اللعيبه المصنفه عالميا، وكمان يعني ليه مواصفات خاصه، يمكن اكيد عارفينه طبعا كلنا، بيلعب البينج بونج بفمه زي ما حضرتك شايفين كده، المضرب ماسكه وبيمسك الكره برجليه زي ما انا كده ايه بعض الصور. انا يعني يمكن يعني ابراهيم حمدت عايز له حقه، عايز اتكلم عليه شويه. اللاعب ده ليه مواصفات خاصه، والراجل ده بطل وما وقفش لحد هنا، لا يعني الراجل ده لسه بيكمل وطموحه شغال ان هو يحقق المزيد من البطولات ان شاء الله. دور اللجنه البارالمبيه معاه والاتحاد طبعا، اتحاد تنس الطاوله كابتن ابراهيم لسه يعتبر من اخر اللاعبين اللي اتاهلوا رسميا عن طريق الوالد كارت، ومؤهل عن ممثل عن قاره افريقيا. ابراهيم حمدت لو اتكلمنا عليه كلام مش هيقضي اي كلام. اولا لعيب على خلق عالي جدا جدا جدا، لعيب مميز، لعيب بيجتهد، بيعتمد على نفسه اعتماد ذاتي، رغم طبعا انه بيلعب ببقه، دي لوحديها اعجاز تاني خالص. هو بيلعب لعيبه قدامه بايديهم، بيبقى عندهم اعاقات اقل بسيطه. يعني اقل، ما هو اصلا ابراهيم اعلى كلاس، اصعب شويه، لان هو طبعا ابراهيم ارجل سليمه فاعلى كلاس في تنس الطاوله هو. بس انا عايز اقول لحضرتك، انا من الحاجات الذكريات اللي فاكرها كويس قوي واحنا في ريو دي جانيرو، ابراهيم حمدت كانت الصاله بتبقى مليانه على اخرها في الموتوشه بتاعت ابراهيم حمدت، بيدعمه بشكل كبير وبشكل قوي. وبدا الاسم ده يتردد هناك كتير جدا جدا واحنا في ريو دي جانيرو، حماتو ايجيبت، يعني انا شفت الكلام ده بعينيا، ربطوا اسمه على طول. طبعا وكانت الناس عايز اقول لحضرتك على كم التسقيف، ابراهيم لعيب عنيد يعني، اللي بيلعبوا قدامه فارقين عنه بامكانياتهم طبعا الجسديه. ابراهيم ما بيخسرش ماتش بسهوله ما شاء الله، بيقاتل على الترابيزه، مريح جدا مع المدربين بتوعه، احترام فوق العاده. يمكن انا شفت
موقف بنفسي، كنا في المؤتمر بتاع الشباب، اول مؤتمر عمله سياده الرئيس، وطلب ابراهيم بنفسه ان هو يسلم عليه، ودي كانت طبعا حاجه تتحسب للبارالمبيك ان الرئيس يطلب اللاعب ده لانه سمع عنه وقرا عنه وقد ايه اللاعب ده تعب في ريو وعمل اسم كويس قوي لمصر رغم انه بيلعب ببقه. ده بطل. وعايز اقول لحضرتك في برضه انا عشان ما ناخدش حقد معاه، فرقه محترمه جدا، فرقه تنس الطاوله اللي موجوده في مصر، لعيبه كلهم على خلق يعني، معاه كابتن سامح ده حد محترم جدا. عشان ابقى خلينا نقول كلهم. طبعا يعني اخاف ان انا اغفل حد، بس خلينا نقول طبعا كابتن سامح ده صاحب البرونزيه بتاعت لندن 2012، كابتن سيد سيكا ده بطل عالم لسه واخد ميداليه برونزيه في بطوله العالم، عندنا النائبه فايزه دي لاعبه مميزه جدا وقديمه وان شاء الله تحقق المره، عندنا اللاعبه هناء ابراهيم، عندنا ايمن الزناتي، عندنا لعيبه كابتن حسان، لعيبه محترمين جدا وعلى خلق ولعيبه مميزين والله. يا بس بتبقى فرق الامكانيات البسيطه والناس دي تحقق، الناس دي بتتفرج عليهم وهم بيلعبوا وشايلين اسم مصر، بيقاتلوا مش كلام، عايزين يحققوا. قد ايه اللعيب اللي بيخسر وهو بيبكي على الترابيزه وماسك مش عايز يطلع، هو زعلان. ومصر ليها اسم في تنس الطاوله الحمد لله، لما يتاهل لنا ست لعيبه خلاص بشكل نهائي يتاهلوا لطوكيو، انجاز اعتقد لمصر. يا دكتور مصر كبيره دايما في الرياضه وبره الرياضه الحمد لله. طيب دكتور يعني برضو احنا الحمد لله دي الجوانب الايجابيه اللي عندنا ما شاء الله، واللي حققنا فيها بطولات وابطالنا مشرفينا دايما في كل البطولات. يعني عندنا منتخبنا منتخب الطايره جلوس، يعني المنتخب ده منتخب عالمي، منتخب عالم بالنسبه لنا. يعني جه الفتره اللي فاتت يمكن مستواه الى حد ما الفني تواضع شويه، ده كان ايه السبب؟ والله انا مش عارف حضرتك جايب المعلومه منين. لا انا جايب المعلومه يعني انا مش عارف جايب المعلومه منين. بس خلينا نقول ان اتحاد الكره الطايره كان ابطال العالم كله، طبعا ميداليتين اولمبياتين 2004 و2016. بس عايز اقول ان الاتحاد ده من احدث الاتحادات اللي انفصلت عن اللجنه البارلمبيه، ومع مجلس اداره محترم جدا برئاسه الدكتور حسام الدين مصطفى، وده كان رئيس اتحاد اللجنه البارلمبيه سابقا، وكان رئيس الاتحاد الدولي للطايره، معاهم كابتن عماد رمضان وكابتن ايهاب حسنين، علامات بارزه من علامات كره الطايره جلوس في مصر. معاهم استاذ عبد الفتاح حسن طبعا كان رئيس قنوات النيل المتخصصه، معاهم استاذ جمال هليل اعلامي كبير، فاعتقد الناس دي كلها عندها خبرات ترفع الاتحاد. بس احنا مش عايزين نقول لو مستوى قل، هو ما مرش بتجارب حقيقيه يعني من 2016 هم خدوا افريقيا، هم كسبانين بطوله افريقيا باكتساح. انا كنت معاهم في رواندا في شهر سبتمبر اللي فات، بس احنا كنا مصنفين عالميا مش افريقيا، وما زال تصنيفنا قل يعني، هو ما قلش. هو اعتقد ان احنا ان شاء الله يعني هنحقق. هو المفروض ان هم كانوا مستضيفين بطوله القارات، بس طبعا لظروف كورونا، وما اعتقدش ان الاتحاد الدولي هيدي دوله مستواها قليل او ملهاش باع ان هم تستضيف بطوله قويه زي بطوله القارات هنا. لا اعتقد ان مجلس الاداره بتاع الاتحاد ده مجلس اداره قوي وقادر على ان هو يخلي اللعيبه دي على نفس مستواها، وانا اعتقد او ان شاء الله يعني هيوصلوا لمرحله كويسه الفتره اللي جايه وهيحققوا ان شاء الله، لان معاهم. بص يا دكتور احنا مش بنذم في المنتخب ولا في، لا انا عارف والله النقد البناء طبعا، احنا بنتكلم ان احنا عندنا في منتخب وصل لمستوى الحمد لله مصنف عالميا، من اول ثلاث منتخبات مصنفين عالميا ما شاء الله. فالواحد بيبقى عايز دايما منتخبه او يشوف دايما فرقته في افضل حال، دايما تفضل في المستوى ده طبعا، ما تنزلش عنه طبعا. وكمان يعني احنا كنا عارفين ان المدير الفني بتاعي ساب الفرقه الفتره اللي فاتت وتم تغيير، يعني هو كان طبعا في شويه لخبطه، دكتور مسعد الامور ما تفتحش. الفكره ان احنا نحاول دايما نضمها ونلمها علشان خاطر نفضل مكملين بنفس المستوى ده افريقيا وعالميا. والله انا عايز اقول لحضرتك هي اللعبه دي ضمه كوكبه من المدربين، تمام، سواء الدكتور مسعد او ليو منصور او كابتن محمد رؤوف، كابتن محمد عطوه، كابتن بشير، كابتن طاهر، مجموعه محترمه جدا يعني طبعا. واعتقد انهم على درايه كويسه قوي باللعبه، فاعتقد هيحطوا ايديهم في ايدين بعض مع مجلس الاداره ويعملوا جهاز فني قوي. احنا عندنا عناصر في المنتخب بسم الله ما شاء الله، خبرات عاليه جدا، اجسام يعني مثاليه لعبه كره الطايره جلوس،
عندهم خبرات تراكمية من الفترات اللي فاتت تؤهلهم ان هم ياخدوا البطولات اللي جاية. هو في اربع دول هم دايما اللي موجودين بيبقوا في المربع الذهبي. ايران، البوسنة، مصر، بتضم معهم ساعات البرازيل، بتخش المانيا، لكن احنا موجودين. احنا عايزين دايما احنا المركز الاول ما يتنزلش. طبعا طبعا احنا مصر باذن الله ولينا اسم كبير. ويمكن ادم جبت سيره الكره الطايره برضو، يعني بيحضرني كده حاجه سريعه اقولها. كفايه الصاله كانت بتتهز على الميداليه البرونزيه اللي كنا بنلعب فيها اصحاب الارض في البرازيل، فرقه قويه جدا جدا. عايز اقول لك في اخر نقاط تحول التشجيع، ده كان ماتش تاريخي لينا لمنتخب مصر. ويمكن في اكتر من نقطه، نقط تاريخيه في اللعبه بشكل عام استمرت لوقت كبير. الصاله كانت بتتهز فعلا، احنا كنا قاعدين في المدرجات حاسين المدرجات هتهد علينا من كتر القوه بتاعت التشجيع بتاع البرازيليين. وفي النهايه لما بداوا ايجيبت احنا جسمنا اشعر. لما تخيل صاله فيها حوالي 30,000 بتشجع مصر بالقوه دي، خلاص هو حاسس ان هو بيخسر، فبدا التشجيع مصر بشكل مثالي، ما قاموش كسر ولا ضرب ولا عمل. مفيش الكلام ده الحمد لله. يبقى حقنا يا دكتور ان احنا نخاف على منتخبنا طبعا، ونخاف على كل اللاعبين طبعا عندنا، يعني عشان خاطر برضو يحافظوا على مستواهم الفتره اللي جايه، وكمان ان شاء الله ما يشاركوا في اي بطوله عالميه يجيبوا فيها المركز الاول مش الثاني باذن الله. واحنا كمجلس اداره اللجنه البارالمبيه احنا سبورت قوي جدا لاي مجلس اداره اتحاد، وطبعا سواء طايره او شلل دماغي او اعاقات ذهنيه او اي اعاقه احنا سبورت ليهم وايدينا في ايديهم. يمكن انا عضو في لجنه مشروع البطل البارالمبي، اللجنه دي بيجي لها دعم مباشر من الوزاره. احنا قعدنا مع الاتحادات كلها وبدانا ناخد خطه كل اتحاد وايه الاحتياجات. يمكن احنا لسه رافعين لهم البدل، يعني ضعفناه تقريبا علشان برضو نعمل حافز كويس للعيبه. انت عارف ان شاء الله اكيد يا دكتور هيكون لنا برضو لقاءات تانية معاك باذن الله الفتره المقبله ونتكلم باستفاضه بشكل كبير. طبعا دكتور ابراهيم امين عضو مجلس اداره اللجنه البارالمبيه وقام باعمال المدير التنفيذي، شكرا جدا ونورتنا جدا يا دكتور. شكرا جدا. شكرا لي. كل احترامنا وتقديرنا لكل لاعبينا في البارالمبيه وكل طبعا اجهزه فنيه وكل الاجهزه بشكل كامل وادارتها كمان. حلقه جديده من انبوكس الاسبوع اللي جاي، وبكره حلقه جديده من انبوكس. استنونا.